الانهيار. الجزء الثالث من تحقيقنا حول الطمع والتهور اللذين تسببا بانهيار مالي للعالم. الآن بدأت تطرح الأسئلة الصعبة، الآن بدأت محاسبة المتسببين. سنرى في هذه الساعة كيف قرر بعض الضحايا أن يرد الضربة. سنرى كيف نجح أحد المغنين المحتجين في إسقاط الحكومة في أيسلندا، وكيف أشرف أحد القادة النقابيين في فرنسا على عملية خطف مديره، وفي كاليفورنيا كيف طردت آلاف العائلات إلى الشوارع. يقول لنا لماذا لا تستطيعون تأمين منزل لنا كباقي الأطفال؟ الانهيار، التاريخ السري للانهيار المالي العالمي. عمت تظاهرات الاحتجاج العالم كله منذ الانهيار الذي حدث عام 2008، وذلك بسبب ضياع قرابة 30 مليون وظيفة. كانت هناك احتجاجات عنيفة في أماكن كثيرة من العالم، إلا أنها وجهت من طرف الحكومات والشركات العملاقة. ومع ذلك فإن الصراع في دول أخرى أخذ أشكالا أكثر حدة وترك آثارا باقية. جرت المعركة الأساسية في فرنسا، حيث أن العمال هناك سريعون في اتخاذ المواقف العنيفة في الشارع. أعلنت شركة كونتيننتال تاير في آذار مارس من عام 2009 إغلاق مصنعها في مدينة كليروا، ما تسبب بتسريح 1120 عاملا، وفي الوقت الذي كان فيه المصنع يحقق أرباحا. ولكن وفقا لكلام لوي فورزي مدير المصنع، فإن العمال لم يكونوا نشيطين ومنتجين كما يجب. إن إنتاجنا أقل من إنتاج باقي المصانع. وصف عمال شركة كونتيننتال تاير لوي فورزي بالسارق والكاذب. إننا نطالبك بإجراء تصويت، هل توافق على مطالبنا؟ تجمع العمال في المصنع تمهيدا لبدء الاحتجاجات. أعطيت الشركة الأولوية في حياتي، هذا أمر شائن. حضر فورزي لمخاطبة العمال، حاول إظهار بعض الصبر والتحمل، إلى أن أصابته بيضة في رأسه غيرت فكرة. في تلك اللحظة أدرك أنه قد أخطأ في تقدير الوضع، وقام بانسحاب تكتيكي من ساحة الاحتجاج. لماذا حدث ذلك؟ حدث ذلك بسبب أن الناس كانوا مصعوقين وغاضبين. أظنه كان يعرف منذ وقت طويل أن المصنع سيغلق. اقتحم العمال مكاتب شركة كونتيننتال وسيطروا عليها. أين مكتب المدير؟ لا تقل لي إنك تقف إلى جانب الشركة. يا شباب، لم نأتي إلى هنا كي نلعب، لم نعد خرافا، لقد أضحينا أسودا اليوم. عندما تلقى القائد النقابي زافييه ماتيو رفض القاضي وقف عملية إغلاق المصنع، بدأ مع العمال بتحطيم المكان. لن نذبح من دون مقاومة، لقد ألقوا بأناس مساكين في الشارع. أليس هذا وحشية؟ أليس هذا عنف؟ ليس العنف جسديا فقط، بل يمكن أن يكون نفسيا أيضا. أنا فخور بما قام به هؤلاء الرجال اليوم. بدأ تمرد العمال ينتشر في البلاد كلها، وأخذت حدة التحركات تزداد. أعلنت شركة كاتربيلر للمعدات الثقيلة، والتي يقع مقرها في غرينوبل،
أنها ستصرح 20,000 عامل من مصانعها في سائر العالم، منهم 700 في فرنسا، على الرغم من أرباحها القياسية، مدعية أن الأزمة العالمية تسببت بتقليل عدد الطلبات على جرافاتها الضخمة، وبالتالي سينخفض الإنتاج. وفي الثاني من آذار مارس قام العمال بمحاصرة المصنع. كانوا يحضرون في كل ساعة ليخبرونا بسير المفاوضات. كان العمال ينفذون تعليمات القائد النقابي بيير بيكاريتا الذي عمل مثل أبيه في مصنع كاتربيلر طوال حياته. إننا بشر ولن نخضع لهذا في وقت نرزح فيه تحت وطأة الاقتصاد. لن نقبل بإعلانهم عن أرباح قياسية ولا بتسريح العاملين. 3 أسابيع مضت ولم تأتي المفاوضات بأي نتيجة. نريد حلا. حاصر العمال الغاضبون مكاتب الإدارة وقرروا احتجاز الفريق الإداري. كان نيكولا بنوا أول القادة النقابيين الذين وصلوا إلى موقع الحدث. ضغطنا على المديرين للحضور والتفاوض، إلا أنهم رفضوا. فقال لهم العمال: لن تذهبوا إلى أي مكان قبل أن تفاوضونا بشكل جاد. وهذا ما حصل. هل يتم احتجازك كرهينة؟ حتى هذه اللحظة نعم. كان نيكولا بولوتنيك قائد الفريق الإداري الذي جرى احتجازه ورفض النقاش مع الاتحاد النقابي. لا يمكنكم أن تخدعونا، أتريد التفاوض أم لا؟ ازداد الوضع خطرا مع احتجاز فريق شركة كاتربيلر الإداري. لم تتدخل الشرطة على الفور، وحاول القادة النقابيون إبقاء الوضع تحت سيطرتهم. لا تخافوا أرجوكم، سننام هنا يا رجال. ثم قيل للإعلاميين إن المديرين سيقضون الليلة في داخل المصنع. من هناك؟ حاول المديرون المحتجزون الحصول على قسط من الراحة في مكاتبهم خلال الليل، إلا أن العمال الغاضبين لم يتركوهم بسلام. إنه ليس وقتا للنوم، انهض. انتشر خبر حادث شركة كاتربيلر في العالم كله. وصف ذلك الحادث بغفوة المدير. جرى احتجاز مديري مصنع شركة كاتربيلر الأمريكية في مقاطعة الألب الفرنسية، وجرى تجريدهم من هواتفهم ليناموا طوال الليل. أدرك الرئيس نيكولا ساركوزي أن رد الفعل العالمي تجاه الأزمة قد تحول إلى كارثة علاقات عامة بالنسبة إلى فرنسا. خرج الرجل على التلفزيون الوطني منددا بالمختطفين. منذ متى أصبح خطف الناس أمرا مشروعا؟ إننا نعيش تحت سقف القانون، لن أسمح باستمرار هذه الحال، ويجب احترام القانون. كانت وزيرة المالية الفرنسية كريستين لاغارد تنتقد سرا إدارة شركة كاتربيلر. كانت تظن أن سبب تردي الوضع يعود إلى السياسة القاسية التي تديرها الشركة الأمريكية، وهذا ما يعتبر مشكلة شائعة مع الشركات الأجنبية وفقها. لاحظنا في أغلب الأحيان أن الحوار مع الشركات الأجنبية لا يكون مثمرا، لأن القرارات تتخذ في أماكن أخرى. وافقت إدارة شركة كاتربيلر على معاودة المفاوضات بعد قضاء ليلة عصيبة. سأحضر فريق عمل معي وسنحميهم. وفي المقابل سمحت النقابة للمديرين بالخروج من المصنع، إلا أن لحظات عصيبة شابت خروج الفريق الإداري. حاول بيير بيكاريتا ادعاء تحقيق إنجاز ما. أظنهم فهموا الرسالة، فهموها بشكل واضح، سيخضعون خلال أيام قليلة. قرر فريق كاتربيلر الإداري الصمت حول معاناته، إلا أن عددا كبيرا من المديرين في فرنسا شعروا بأنهم قد يواجهون المأزق نفسه. يمكنني حضور الاجتماع في الساعة 7:30، هل هذا يناسبك؟ كان ماركوس كاريو الذي يعمل مديرا لإدارة الموارد البشرية في شركة لصناعة قطع السيارات الأمريكية تسمى موليكس أحد القلقين. تم إرساله إلى بلدة فيلمير الواقعة قرب تولوز بهدف إغلاق مصنع هناك لشركة موليكس بعد سنتين من تشغيله هناك. ثار غضب العمال،
وسرعان ما ركزوا غضبهم على كاريو. قال كاريو إنه تلقى رسائل تهديد إلكترونية إضافة إلى شتائم عبر رسوم على الجدران. عندما تقرأ عن أناس متطرفين ينادون بالقضاء على أمثالي فإن ذلك يشعرني بالصدمة. كانت بلدة فيلمير ستتلقى ضربة قوية بإغلاق مصنع مولكس، فهو يؤمن 20% من عائدات الضرائب. إنكم تنزعون قلوبنا. قاد الكاهن المحلي فيليب باشي حملة دعم محلية لعمال مولكس. على جميع من شارك في هذه الحملة إكمال ما بدأه، وذلك كي لا تتحول بلدتنا إلى بلدة صناعية ميتة. استشار ماركوس كاريو في صبيحة 20 نيسان أبريل عام 2009 شركة أمنية، سائلا إياها عما يجب فعله في حال جرى اختطافه. وفي فترة ما بعد الظهر من ذلك اليوم حضر القائد النقابي داني باريز ووضعه تحت الاحتجاز. نريد 5 ملايين يورو كتعويض. قلنا له برر تصرفك ولن تذهب من هنا قبل أن تخبرنا سبب إقدامك على هذا. انتشر الخبر في العالم كله خلال ساعة واحدة. شعرت وكأنني حيوان في قفص. قدم العمال لنا الطعام والفراش كي ننام براحة في مكاتبنا، لكن الفراش كان متسخا. كنت على اتصال بمستشارنا الأمني وقد قال لي إنه في إحدى المرات بصق العمال في الشطائر التي قدموها لنا، ولهذا السبب لم أتناول أي منها. جرى إطلاق سراح المدير في شركة مولكس ماركوس كاريو وزميلته كولين كولباك بعد مرور 26 ساعة. أنا متعب وسعيد بخروجي من هنا. شعر الزميلان بالخطر حتى خلال خروجهما. كان بإمكانك الشعور بحدة الغضب من خلال صراخ الناس. خرجت زميلتي وهي تبكي لأنها لم تتوقع رد فعل كهذا من العمال الذين عملت معهم على مدى سنتين. دفعت شركة مولكس مبالغ تعويضية إضافية للعمال الذين سرحتهم، إلا أن الإدارة لن تتراجع عن قرار إغلاق المصنع. ازداد الغضب على ماركوس كاريو لدرجة دفعته أن يذهب مع حرس شخصي إلى جولات المفاوضات النهائية. قال كاريو إنه عمل كقرد في حديقة حيوان، إلا أن القائد النقابي باريز هدده علنا بأمور أشد سوءا. لم تنتهي قضيتنا مع كاريو. إذا تعين علينا اختطافه ومعاملته فعلا كقرد فسيحدث ذلك، وسيرى الاختلاف بين الطريقة التي عملناه بها والطريقة التي سنعامله بها في تلك الحالة. كان على وزيرة المالية كريستين لاغارد أن تتعامل بحذر مع التمرد العمالي في فرنسا. نددت بالعنف وهي تعلم أن الشركات الأجنبية لا تحب الفوضى الحاصلة، إلا أنها أشارت إلى أن من دفع الثمن الأكبر بسبب الأزمة المالية العالمية هم العمال. حاملو الأسهم سيكونون بخير مع عودة نشاط الأسواق، أما الذين يعانون فهم فرق العمل بسبب وجود خطر إعادة الهيكل والتسريح، مما يعني خسارة الناس أعمالهم. رأى كثيرون في فرنسا أن حقوق العمال الأساسية قد انتهكت إثر الأزمة المالية، لذا كان على العمال أن يواجهوا الأمر. إن هذه الأحداث تجبرنا على اتخاذ موقف منها ودعم هذه القضايا المحقة. قال القسيس فيليب باشي إن عمال فرنسا يعطون مثلا للعالم في تأكيد أن العمل حق أساسي من حقوق الإنسان. إنهم أناس لا يخضعون للأوامر غير المحقة، إنهم يواجهون في سبيل قضاياهم، إنهم يدافعون عن حقوقهم ويحاولون حماية عملهم. إن العمل مهم جدا للإنسان، فهو يحتاج إلى العمل. كانت أيسلندا نموذجا مصغرا لكل المشاكل التي حدثت خلال الانهيار المالي العالمي. قضى انهيار المصارف المفاجئ الذي حدث في خريف عام 2008 على مدخرات ورواتب التقاعد لعدد كبير من الأيسلنديين. كان كل مواطن يرزح تحت دين تصل قيمته إلى 350 ألف دولار أمريكي.
كان الأيسلنديون غاضبين على المصارف الجشعة وعلى المحسوبية في الحكومة التي ساهمت في الانهيار. وفي مطلع عام 2009 نزل عدد كبير من الأيسلنديين إلى الشوارع للتعبير عن غضبهم. حاصروا في بداية الأمر مبنى مجلس النواب الوطني، وتوجه قادة الاحتجاجات إلى الشعب كي يحضر ويدعم قضيتهم. لم أكن متفائلة بما يتعلق بتحريك الشارع، إلا أننا كنا نتلقى يومياً أخباراً تزعزع الحس الأخلاقي. لقد كان الانحراف الذي افتضح أمامنا عامل صدمة جعل من الشعب يتحد مع بعضه البعض. توجهت شرطة ريكيافيك إلى مواقع محددة لحماية مجلس النواب. وفي نهاية الأمر حصلت التصادمات. لم يسبق لشيء مماثل أن حدث في أيسلندا، وكان كلا الطرفين لا يعرف كيف يتصرف. وفي 21 من كانون الثاني يناير أخذ الغضب يتركز على رئيس الوزراء الأيسلندي جيرهارد، وجرى رمي القمامة والبيض على سيارته بعد محاصرتها. أصيب الرجل بصدمة إثر الحادث، خصوصا أنه كان قد خرج من عند طبيبه. كنت قد أعلمت بإصابتي بالسرطان في الليلة التي سبقت هجوم الناس على سيارتي، لذا فإن تلك الأحداث راسخة في ذاكرتي. أتفهم غضب الناس، وخصوصا أولئك الذين خسروا مالهم وأعمالهم، فلقد فاقت الأزمة توقعات الجميع بشكل كبير. كان الشاعر الأيسلندي هوردر تورفسن قائد الاحتجاجات الأساسي. توجهت إلى الناس قائلا: كلنا غاضبون، فاستعملوا غضبكم بشكل إيجابي، لا تدمروا الممتلكات، ولا تلجأوا إلى العنف، ولا تهاجموا الناس، ولا تذهبوا إلى بيوت السياسيين بسبب خصوصياتها. لا يمكننا استعمال الغضب بهدف التدمير. طلب تورفسن من المتظاهرين الذهاب إلى منازلهم وإحضار قدور الطبخ والمقالي والعودة مجدداً لإزعاج السياسيين في مجلس النواب. كان القيام بأمور غير قانونية أمراً غير مألوف بالنسبة إلى الإسلنديين، كمثل عدم طاعة أوامر الشرطة. وفي نهاية الأمر تحول المشهد إلى ما يشبه منظراً عشائرياً، فلقد كان هناك عدد كبير من الناس مع قدور طبخ وطبول منزلية الصنع، وكانوا يضربونها بقوة، وكانت النيران تشتعل خارج مجلس النواب. أستطيع القول إن المكوث هناك أعطى شعوراً بالحرية، وإن خوض تلك التجربة والشعور بالفرح بعد تحقيق النتائج المرجوة كان رائعاً. توجه رئيس الوزراء جيرهارد في 23 من كانون الثاني يناير إلى الشعب عبر التلفزيون الوطني ليعلن تنحيه بسبب المرض. تفرق تحالفه الحكومي ليتم الإعلان عن انتخابات وطنية. واجهت الحكومة الجديدة مهمة إصلاح الفساد الذي تسبب به السياسيون والمصرفيون السابقون. أصبح ستينغ رايمر سيكفسن وزير المالية الجديد. من الواضح أن الأزمة العالمية قد ضربت بلدانا كثيرة، وذلك بسبب تطرف الخطوات التي اتخذها بلدنا. كانت تجربة الخصخصة في إطار الليبرالية الجديدة مدفوعة بالجشع والممارسات السيئة، ولهذا السبب كانت النهاية سيئة، وها نحن الآن ندفع الثمن. وكما الحال دائما، فإن الناس الذين تسببوا بالأزمة ليسوا هم من سيصلح الوضع. شعر كثير من الأيسلنديين أنهم يعيشون في أنقاض مجتمع منهار. كانت شرطة ريكيافيك تعاين علامات ذلك في كل ليلة، كمثل ازدياد حالات العنف المنزلي.
اتصلت هذه المرأة بالشرطة بعدما اقتحم زوجها السابق الممنوع قانونا من رؤيتها منزلها وأمسك بطفلها في نوبة من اليأس والسكر. حاولت الشرطة تهدئة الرجل العاطل من العمل محاولة إقناعه إلى تسليم الطفل من دون أن تلجأ إلى العنف. يقول الشرطي ستيفن آينرسون إن الشرطة هنا تتعاطف مع الناس اليائسين بعد خسارتهم وظائفهم. إننا بشر كالآخرين، لدينا رهونات عقارية وأقساط سيارات يجب دفعها، لذا فنحن في الأزمة عينها مع الآخرين. انتخبت بيرجيتا جونز دوتير كممثلة في مجلس النواب الأيسلندي بعدما كانت في قيادة الاحتجاجات. أشعر بالاستغراب وفي الوقت عينه بالفخر لاختياري ممثلة في هذا المجلس. سأكمل عملي الذي انتخبت من أجله وسأكون جسرا أو صوتا للناس العاديين في هذا المبنى. يواجه شباب أيسلندا نتيجة الانهيار عقوداً من دفع الضرائب العالية وانخفاضاً في مستوى الخدمات الاجتماعية بهدف سد الدين الذي تسببت به المصارف الأيسلندية. إن الطلاب في جامعة الفنون هذه في راكيافيك متعددو اللغات ومثقفون وناشطون، وهناك شعور بأن كثيرين منهم سيتخلون عن أيسلندا وينتقلون للعيش في بلد آخر. كورتو جيبالي واحد من الذين ينوون الهجرة. إن أغلب الذين أعرفهم لا يريدون العيش هنا إلى الأبد، جميعهم يريد الرحيل. لا أعرف شخصا واحدا في عمري يريد البقاء في أيسلندا. عود قائد الاحتجاج الأيسلندي هوردر تورفسن عمله كفنان. إنه يدرك أن الإحباط قد أصاب عددا كبيرا من شعبه وأن كثيرا من الشباب يريدون الرحيل، إلا أنه مصر على أن أيسلندا قادرة على التعافي مجدداً في المستقبل. أظن أن كثيراً من هؤلاء الناس وبعد أن يسافروا ويروا العالم سيعيدون تقدير الأمور وسيعودون. لقد جبت العالم ورأيت أشياء كثيرة، وأظن أن هذا المجتمع مجتمع جيد وأن لدينا فرصة لإعادة بنائه، وأنا أرى بشارات ذلك. الناس يتكاتفون ويساعد بعضهم بعضا. تتمتع أيسلندا بشبكة أمان اجتماعية قوية، وهذا ما ساعدها على مواجهة مشكلات الاقتصاد المنهار. ففي الأشهر الثلاثة التي تلت الانهيار المالي جرى تقدير عدد البيوت المصادرة بمليون بيت في الولايات المتحدة، هذا ما دفع بكثير من عائلات الطبقة الوسطى إلى الفقر المدقع. بدأت المخيمات تنتشر عبر البلاد في محاولة من المشردين لإيجاد أي مكان يقضون فيه لياليهم. ظهر هذا المخيم فجأة في حقل في ساكرامنتو عاصمة ولاية كاليفورنيا التي طالما اعتبرت أغنى ولايات أمريكا. كان المخيم تذكرة بالمخيمات التي ظهرت في أثناء فترة الكساد الكبير في ثلاثينيات القرن الماضي. كان يطلق على تلك المخيمات اسم هوفرفيلز أو مدن هوفر، رئيس الولايات المتحدة آنذاك هربرت هوفر. في ذلك الوقت خيم المشردون على ضفتي نهر ساكرامنتو على أطراف المدينة، وها هم المشردون يضعون خيامهم في المكان عينه مرة أخرى. إنه مكان خطر حيث يمكن النهر أن يفيض في أي لحظة ويغرق المنطقة كلها. يقول بيل ديولاس إنهم حاولوا التخييم في أماكن أكثر أمناً لكنهم طردوا منها. إن قوانين التخييم تنص على أنه لا يمكنك نصب خيمتك في مكان واحد لأكثر من 24 ساعة داخل حدود المدينة ولو بوجود إذن خطي من صاحب الأرض. خسرت منزلي منذ شهرين، دلني هؤلاء الرجال على هذه الوسيلة. أمر مسؤولو بلدية ساكرامنتو بنزع الخيام وبسرعة، كما قاموا بكل ما في وسعهم لإخراج الذين خسروا منازلهم من نطاق المدينة. ألقي القبض على كثير منهم وغرم آخرون. فقدت عائلة هارلسون من ساكرامنتو بيتها منذ أشهر عديدة. اضطروا إلى بيع بيتهم بعدما رزحوا تحت دين كبير.
إنهم يستعملون الدراجات الآن لأنهم لا يستطيعون شراء سيارة، وهو أمر محزن لأن فرانسيس عمل قبل تقاعده في مصنع للسيارات. عملت في جنرال موتورز مدة 30 سنة، وعندما عرضت علي خطة التقاعد المبكر قبلت بها وظننتها آنذاك فكرة جيدة، إلا أن الوضع لم يكن كذلك. قضت العائلة عددا من الليالي في خيمة إلى جانب نهر ساكرامنتو، وكانت تلك تجربة لم ترق أنجلينا. أنا امرأة لا تحب الحشرات ولا الأوساخ، كما أن الليل هنا بارد جدا، إضافة إلى أن علمي بوجود حيوانات كالضريبان والراكون هنا يرعبني كثيرا. يتابع ابنهما جوزيف البالغ من العمر 8 سنوات دراسته في مدرسة ابتدائية في ساكرامنتو، وهي مدرسة خاصة بأولاد المشردين. نخرج للاستراحة ثم نعود إلى الصف، نتناول الفطور هناك ونقوم بالكتابة أو الرسم، وبعد الظهر ندرس الرياضيات أو العلوم. إنها نشاطات ممتعة. تسبب الانهيار المالي العالمي بإخراج عائلات كثيرة من منازلها ودفعها إلى ما تحت خط الفقر. ثمة الآن أكثر من 1.5 مليون طفل مشرد في الولايات المتحدة. تمول هذه المدرسة جمعية خيرية اسمها أرغفة وسمك. ليس من النادر عندما يعطى الأطفال طعامهم من قبل مجموعات محلية أن تجد الفتاة مثلاً تتناول جزءاً من غذائها وتخفي البقية، وعندما يلاحظ الأستاذ وجود هذا الطعام معها ويستفسرها عنه تقول إنها تحتفظ به لوالدتها لأنها ستكون جائعة. إن طفلاً يخبئ الطعام لوالدته الجائعة ليس أمراً طبيعياً. ثمة لحظات يحبط منا ويسألنا لماذا لا يمكنكم تأمين منزل كباقي العائلات، ويطالب بغرفته الخاصة. إن قلبي ينفطر لذلك، كما ينفطر قلبي لكوني لا أملك جوابا سوى قولي له آسفة. إن عدداً من الجمعيات الخيرية تعمل لتقديم الغذاء والملابس إلى المشردين، غير أن عدد هؤلاء في ازدياد. بعد مرور 2 سنة على الأزمة المالية نجد أن وضع البطالة والتشرد يزداد سوءاً لا تحسناً. ثمة أكثر من 100,000 متشرد كانوا سابقاً في صفوف الجيش الأمريكي، وثمة أكبر تجمع لهم في لوس أنجلوس. يعاني عدد كبير منهم من آثار ما بعد الصدمة وغير ذلك من الأمراض النفسية. قام أحدهم مؤخرا بالصعود إلى حاوية قمامة في سانتا مونيكا وأحرق نفسه حيا. يضم سجن منطقة لوس أنجلوس أكبر عدد من المساجين ذوي الإصابات العقلية في البلاد. لا يمكن الحكومة هنا أن تؤمن لهؤلاء المرضى أي مرفق أو علاج آخر. رحبوا بحاكم ولاية كاليفورنيا 38. أعلن الحاكم أرنولد شوارزنيجر خطة تقشف جديدة ستزيد الوضع سوءا من دون شك، إلا أنه يحافظ على تفاؤله. إن إبداعات المخترعين ورجال الأعمال في كاليفورنيا لا تزال قوية. إننا لا نزال البلد المشرق فوق التل، ولا أنظر إلينا كولاية فاشلة بأي معنى من المعاني. يقول عدد كبير من منتقدي الحاكم إنه يحول كاليفورنيا إلى أرض خراب تشبه تلك الموجودة في سلسلة أفلامه الشهيرة المبيد ترمينيتر، إلا أنه يظن العكس. كنت أحب تدمير الأشياء عندما كنت ممثلاً. كنت أستمتع بتفجير المباني وتدمير السيارات وقتل الناس وما شابه ذلك. لذا في حين تنظر إلى المشهد فإنك لا ترى سوى الحرائق والدمار، أما اليوم فإنك ترى الشيء عينه عندما تستمع إلى نشرات الأخبار الاقتصادية، إلا أن حقيقة الأمر ليست بهذا السوء. الوضع سيء ولا شك وقد ساء الاقتصاد، إلا أننا سنكون بخير هنا في كاليفورنيا. يأخذ النقاش شكل نزاع عائلي ما بين الحاكم الجمهوري أرنولد وزوجته ماريا شرايفر، التي لطالما ارتبطت عائلتها بالحزب الديمقراطي. إن شقيق زوجته بوبي شرايفر هو عمدة سانتا مونيكا الآن. إنه يعتقد أن كاليفورنيا أصبحت ولاية فاشلة.
إن الجانب الإيجابي للوضع يتمثل في الجملة التالية: لقد فشلت ولايتنا ولا بد من حدوث أمر جذري. أما الصورة التشاؤمية بالنسبة إلي على الأقل فهي تتمثل في كل شيء سيكون على ما يرام، في حين أن الأمور ليست على ما يرام وتزداد سوءا ومعرضة لأن تسوء أكثر. فإن كنت معوقا ومسنا ويأتيك شخص كل يوم لإطعامك وتنظيفك، فاعلم أن هذا الشخص سيطرد من عمله وستضطر إلى ترك منزلك والذهاب إلى دار العجزة، ذلك المكان الذي لا تعرف فيه أحدا. إذا كنت لا تستطيع توفير $15 في اليوم في كاليفورنيا، موطن أذكى وأكثر الناس إبداعا في أمريكا، لتمويل وسد هذا الخلل، فإن ذلك هو الفشل عينه. حضر سكان ويندزور أونتاريو في ربيع 2010 حفلا لوداع مصنع شركة جنرال موتورز. كانت لحظة مريرة، حيث قررت الشركة إنهاء مسيرتها التي استمرت 90 عاما في تلك المدينة من خلال إغلاق آخر مصنع لها هناك. كان آخر 500 عامل في شركة جنرال موتورز في مدينة ويندزور على وشك خسارة عملهم والانضمام إلى ملايين العمال الذين تضرروا بفعل الانهيار العالمي. كانت شركات صناعة السيارات من أكثر الشركات تضررا. كانت جنرال موتورز أيام ازدهارها تؤمن وظائف ل7000 عامل في ويندزور. أما اليوم فإن الشركة تقول بعدم وجود موارد كافية لإبقاء هذا المصنع مفتوحا. أخذ ريسي مارد البالغ من العمر 49 سنة وهو يمضي آخر أيامه على خط التصنيع يسترجع ذكرياته الأثيرة عن أول يوم دخل فيه المصنع عام 81. زرت المصنع وأنا طفل، وعندما أصبحت فتى قلت إنني أريد العمل في جنرال موتورز، وعند حصولي على عمل في المصنع شعرت بالسعادة. إن العمل في أكبر شركة في العالم يعطي شعورا رائعا. إن أغلب العاملين في قطاع السيارات هنا بدأوا صغارا متبعين خطى والديهم وأجدادهم الذين عملوا في هذه المصانع، وكثيرون منهم اعتقدوا أنهم حصلوا على عمل مدى الحياة ولا يعرفون القيام بأي شيء آخر. صدموا بقوة عندما أخبرتهم شركة جنرال موتورز في أيار مايو عام 2008 أن المصنع سيغلق نهائيا. إنه ليوم حزين. عندما بدأت العمل أخذت مكان رجال تركوا المكان لي كي أعمل حتى التقاعد، وها أنا أتقاعد من دون أن أترك عملا لأولادي. إنه لأمر محبط. أتشعر بشيء من المسؤولية تجاه الأمر؟ أجل علينا جميعا تحمل مسؤولياتنا في هذا الأمر. في ذروة الأزمة المالية يبدو أن جنرال موتورز لن تكون الضحية الوحيدة في قطاع السيارات. كانت كرايزلر تتجه نحو الإفلاس أيضا. كان معمل الحاملات العائلية التابع لشركة كرايزلر في ويندزور يؤمن وظائف ل4300 شخص. تم استدعاء السياسيين الكنديين الفيدراليين والمحليين إلى مقر شركة كرايزلر الرئيس في ديترويت. كانت وزيرة التنمية الاقتصادية والتجارة في ولاية أونتاريو السيدة ساندرا بوباتيلو هناك. جلسوا معنا وأخذوا يشرحون لنا وضعهم بالتفصيل، وقد كان أمرا مخيفا. أظن أن كوني ولدت وترعرعت في ويندزور وجئت من عائلة اعتمدت في حياتها على قطاع تصنيع السيارات، لم أتصور أنني سأعيش لكي أرى انهيار هذا القطاع. وفي ذروة أزمة عام 2008 ذهب عدد من المديرين التنفيذيين إلى أهم 3 شركات تصنيع سيارات في العاصمة واشنطن طالبين دعما حكوميا كبيرا، وهي الرحلة المشهورة بسبب وصول كل منهم في طائرته النفاثة الخاصة، ما أثار موجة اشمئزاز من قبل السياسيين والعمال. من يظنون أنفسهم كي يأتوا إلى هنا على متن طائرتهم النفاثة الخاصة طالبين مبلغ $50 مليار؟ إن هذه الطائرات أتت من أرباحنا ومن حقوق العمال جميعا. جميع العمال صعق العمال في مصنعنا من هذا الأمر. جمعت الحكومة الأمريكية أموال عملية الإنقاذ وتلتها حكومة كندا. إن وزير المالية الكندي جيم فلارتي هو النائب عن مدينة أوشاوا، وهي دائرة انتخابية تعتمد هي الأخرى على قطاع صناعة السيارات.
تناولت المناقشات ذلك الموضوع. بيّن الرجل وجود خطر كبير يهدد وظائف كثيرة في كندا تتجاوز تلك المرتبطة بالشركات الأمريكية الثلاث. تمثل التحدي الأساسي في السؤال التالي: هل سنستمر في قطاع صناعة السيارات أم لا؟ وكانت وجهة نظري تتمحور حول وجود ثلاث من أكبر شركات قطع السيارات العالمية في كندا، وفي هذه الشركات تحدث أهم الاختراعات التقنية. إن خسرنا شركتي كرايسلر وجنرال موتورز في بلدنا، فستستمران في الولايات المتحدة وأوروبا وغيرهما، وسنخسر تاليا شركات قطع السيارات. إن هذا أمر مهين. قررت مجموعة من عمال ويندزور مقاومة إغلاق المصنع. جرت الأحداث في مصنع أرادكو لصناعة قطع السيارات الذي كان يصنع قطعا معدنية لسيارة كرايسلر. جرى الاتصال بالعمال في إحدى ليالي شهر آذار مارس من عام 2009، وطلب منهم عدم الحضور في اليوم التالي إلى العمل. كان المصنع الأمريكي في صدد الإغلاق. أدرك عمال أرادكو أن الإدارة تحاول بيع جميع المعدات وتصفية العمل من دون أن تدفع أي تعويض للعمال الذين عمل بعضهم عقودا ويستحقون تعويضات تصل حتى 30 أو 40 ألف دولار أمريكي. ليس اليوم أيها السافل، عد إلى منزلك. قرر العمال وقف الشاحنات التي كانت قد أتت لإفراغ المصنع. وقرروا السيطرة عليه بعدما رفضت الإدارة خوض مفاوضات معهم. أليس محزنا أن يضطر إلى هذا؟ أيجب على العامل السيطرة على مبنى كي يحظى بحقه؟ كانت جيري فارنام أحد القادة النقابيين الذين وقفوا على سطح المبنى. قرر عدد من العمال هنا السيطرة على المصنع، ذلك هو السبيل الوحيد أمامهم كي يحصلوا على حقوقهم. لديهم يا سيدي الحق في منعك من الدخول، وهذا بالضبط ما يفعلونه. انتقل الصراع إلى فندق في وسط المدينة، حيث كانت شركة أرادكو تنظم مزادا علنيا في محاولة لبيع معدات المصنع. نجح العمال في التحرك وتعطيل إجراءات المزاد. كانت اللحظات عصيبة إلى أن تدخلت الشرطة. أؤكد لكم ألا مزاد سيجري الليلة، وهذا ما أعدكم به. تبين لاحقا أن مالكي المصنع الأمريكيين كانوا هاربين من العدالة، حيث كان مصنع أرادكو يدار من طرف شركة في كاليفورنيا اسمها كاتالينا. كان موقع الشركة على الإنترنت، والذي تم حجبه الآن يظهر أن المدير التنفيذي هو غريغوري ويلس. تظهر هذه الوثيقة الصادرة عن ولاية ميتشيغان أن مالكي شركة كاتالينا وقبل أسابيع من إغلاق المصنع قاموا بإجراء احتياطي حلوا فيه شركتهم. قام المالكون أنفسهم باللعبة ذاتها في فرنسا عام 2006، فهناك أيضا جرى إغلاق المصنع وقام العمال بالسيطرة عليه، إلا أن المالكين في فرنسا أدينوا بخرق القانون. في ويندزور يرى القائد النقابي جيري فارنام أن كندا تمتلك قوانين مشابهة لتلك الفرنسية، إلا أنها لا تتبع. إن حكومتنا لا تمتلك الشجاعة كي تدافع وتطالب بما هو حق مشروع للعمال، وهذا ما يغضبني، لأنه على الرغم من وجود قوانين صريحة إلا أنها لا تطبق. هؤلاء الرجال أبطال. قامت شركة كرايسلر بالتدخل في نهاية الأمر ودفعت ربع التعويضات التي يستحقها العمال، وبالتالي انتهت السيطرة على أرادكو. وللأسف فإن عددا قليلا فقط من أولئك العمال نجح في إيجاد عمل آخر. هل ترى إنها سيارة جيدة؟ يبدو المستقبل قاتما بعض الشيء بالنسبة إلى ريس مارد، الذي أجبر على التقاعد من شركة جنرال موتورز في 49 من عمره. إنه يعرف صعوبة إيجاد أي مهنة يمكنها أن تؤمن له المدخول الذي كان يحصل عليه سابقا. لا يزال عندي أطفال صغار، يجب أن أضعهم في الجامعة، لذا فعلي أن أجد عملا، بيد أنني لا أعرف ما هي الأبواب التي ستفتح أمامي. كان والدي نجارا، لذا فقد اضطر أنا أيضا إلى وضع حزام أدوات النجارة، ذلك أحد الاحتمالات. لم يمتلك أغلب العمال في العالم أساليب لمواجهة آثار الانهيار. كانت إسبانيا معروفة في سنوات الفورة باسم معجزة أوروبا، إنها لم تعد كذلك الآن. يصطف في السادسة من صباح كل يوم قرب ساحة إليبتيكا في مدريد عدد كبير من العمال المهاجرين في انتظار أن يتم اختيارهم
من قبل مقاولين صغار. مع وصول البطالة إلى نسبة 20%، كان هؤلاء العمال أول الخاسرين. عرضت الحكومة الإسبانية على المهاجرين دفع تكاليف عودتهم إلى بلادهم، إلا أن القليل منهم قبل العرض. يقول سليمان من مالي إنه سيبقى هنا على أمل أن تتحسن الأمور، وإن كان لا يرى أدلة على حصول ذلك. كان انهيار سوق العقارات في دبي الأسوأ بالنسبة إلى جيش عمال البناء الذين أتوا من الهند وباكستان ومن جميع أنحاء جنوبي آسيا. إنهم يتلقون رواتب بمعدل 3 دولارات يومية. سرح عدد كبير منهم وآخرون لم يتلقوا أجورا منذ أشهر. كان لدينا هنا في مرحلة معينة 200,000 عامل بناء، والطريقة التي يحصلون بها على العمل في دبي لا تكون عبر التقدم بطلب، بل بالذهاب إلى وسيط في إحدى مدن بلدانهم الأم بنغلاديش أو كراتشي، تدفع له بعض المال، أي أنك تشتري تأشيرة دخول، ومن خلال عملك تسدد ثمن التأشيرة الذي قد يستغرق منك كامل دخل السنة الأولى من العمل. لذا فعليك أن تفكر في حال هؤلاء العمال إذا لم يتلقوا رواتبهم طوال 2 أو 3 أشهر. نظم عدد من هؤلاء العمال إضرابات للمطالبة برواتبهم. لم يعرف كثيرون منهم أيهما أسوأ، البقاء هنا أم العودة إلى أوطانهم؟ بسبب إقدامهم على الاستدانة في أوطانهم بهدف الوصول إلى دبي وشراء التأشيرة ودفع تكاليف الكفالة، فإن هؤلاء العمال يعودون إلى أوطانهم إما بخسارة وإما في أسوأ الحالات مدينين لمرابين جشعين في أوطانهم. لهذا السبب يعتبرون أكبر الخاسرين في الأزمة التي أصابت دبي. مع تفاقم الأزمة المالية في العالم، فإن عددا كبيرا من الحكومات أخذ يبحث عن الأسباب الحقيقية للانهيار، وفي حالات كثيرة كانت النتائج تشير إلى نشاطات إجرامية.